وللمزيد من المتابعة أيضا والتفاصيل ينضم إلينا مباشرة من أنقرة زميل علاء رشوان موفد التلفزيون المصري. علاء، اليوم في ظل هذه الزيارة المهمة التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، بالإضافة أيضا إلى ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى وتوقيع عدد كبير من مذكرات التعاون والتفاهم المشتركة بين البلدين، هل لك أن تنقل لنا المشهد بكل تفاصيله من عندك من أنقرة؟ تحياتي ريهام. المشهد بشكل عام الذي يصف القمة المصرية التركية والزيارة التاريخية التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة التركية أنقرة، وهي أولى زيارات سيادته الرسمية لتركيا منذ تولي سيادته مهام المنصب في عام 2014. يقول هذا العنوان بأنها زيارة سوف تعيد الدفء للعلاقات المصرية التركية، وهو نفس العنوان الذي عنونت به وكالة الأناضول التركية الرسمية هذه الزيارة الهامة، وتحدثت عن أهمية الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في المحيط الإقليمي بالتناول والتعاطي مع المستجدات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي باتت تفرض نفسها على حالة الأمن والسلم في المنطقة. هناك أيضا مبشرات ودلائل إيجابية لمخرجات هذه الزيارة. أولا، ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي أولى اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي المشترك بين القاهرة وأنقرة، وهو تم إعادة تشكيله لدى زيارة الرئيس التركي إلى القاهرة في 14 من فبراير من العام الجاري، بما يشير ويعكس توافر الإرادة السياسية لدى الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وترفيع هذه العلاقات من التنسيق والتشاور إلى المستوى الرئاسي. أكثر من 15 مذكرة للتفاهم والتعاون تم توقيعها بحضور الرئيسين قبيل انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي وبعد انتهاء فعاليات القمة المصرية التركية. تؤكد أيضا أن العلاقات الاقتصادية خاصة التجارية والاستثمارية بين البلدين كما قال الرئيسان سوف تشهد طفرات متلاحقة خلال الأربع أو خمس سنوات الماضية، والبناء على ما تحقق نعلم أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يناهز 6.6 مليار دولار. هناك إرادة لدى الجانبين لتعظيم هذا الرقم ليصل إلى 15 مليار دولار خلال الأربع أو خمس سنوات المقبلة، استنادا إلى مخرجات هذه الزيارة التاريخية الهامة للسيد الرئيس، واستنادا أيضا إلى قرارات مجلس التعاون الاستراتيجي المشترك بين القاهرة وأنقرة خلال الفترة القليلة المقبلة، وأيضا انطلاقا من الحزم التشريعية والإجرائية التي أطلقتها ونفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، بما يتيح مناخ جاذب للاستثمار خاصة الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة. بالنسبة لتركيا نتحدث عن أكثر من 3 مليارات دولار حجم الاستثمارات التركية المباشرة في السوق المصرية، بما يتيح ويوفر أكثر من 70,000 فرصة عمل مباشرة و100,000 فرصة عمل غير مباشرة في عدد مهم من القطاعات الحيوية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني. على صعيد التنسيق والتشاور حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكما كشفت تصريحات الرئيسين خلال هذا المؤتمر، تصدرت قضية العدوان الإسرائيلي على غزة مباحثات الرئيسين في ضوء تقارب وتطابق الرؤى المصرية التركية حيال هذه الأزمة، بما يؤكد أن هناك تنسيق على مستوى عال خلال الفترة المقبلة سوف يتحقق بين الجانبين لحلحلة هذه الأزمة، والتأكيد على مشروعية الحقوق الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 4 يونيو عام 67 تكون عاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني ولسكان القطاع المحاصرين بعد إتمام وقف النار بشكل فوري كما دعا الرئيسين. أيضا كانت هناك تصريحات من الرئيسين خلال المؤتمر الصحفي المشترك كشفت عن أن هناك عدد آخر من القضايا كانت محل للتباحث بين الرئيسين. نتحدث عن الأوضاع في كل من سوريا، في ليبيا، في السودان، في الصومال، في منطقة القرن الإفريقي، وجرى تأكيد
العديد من الجانبين على أن هناك مستوى عالي من التنسيق والتشاور وإرادة سياسية لتحقيق مزيد من هذا التنسيق خلال المرحلة المقبلة لحلحلة هذه الأزمات الضاغطة على حالة الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط. نعم. بشكل عام رهام هذه الزيارة التاريخية التي يجريها السيد الرئيس إلى العاصمة التركية أنقرة تحظى بترحيب بالغ سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الرسمي، أيضا على الصعيد الإعلامي. هذه الزيارة حظيت بتغطية إعلامية محلية تركية واسعة الانتشار من كافة الصحف، من كافة المواقع الإخبارية والقنوات التلفزيونية التي وصفتها بأنها زيارة سوف تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين القاهرة وأنقرة، و تمثل حلقة وصل جديدة بين الشعبين الشقيقين، الشعب المصري والتركي الذي تربطهما أبعاد حضارية. أشكرك شكرا جزيلا علاء رشوان موفد التلفزيون المصري في أنقرة، شكرا جزيلا على هذه المتابعة الوافية علاء.